نذهب إلى مصر، حيث استضافت دار الأوبرا المصرية أولى الفرق الأجنبية لموسم هذا العام الفني فرقة إيدو من كوريا الجنوبية. العرض شمل تقديم رقصات من الفولكلور الكوري ومزيجا من الموسيقى التقليدية والحديثة. التفاصيل كالعادة في تقرير الزميلة سمر باشات. نتابع. رحيك كوريا عرض قدمته الفرقة الكورية الجنوبية إيدو في بداية الموسم الفني الجديد لدار الأوبرا المصرية لتكون أولى الفرق الأجنبية هذا العام. 10 فنانين قدموا عرضا موسيقيا راقصا جمع بين الأصالة والمعاصرة. هذه الفعالية تهدف إلى تعريف المصريين بالفنون التقليدية المختلفة في كوريا. المصريون يعرفون فقط الفنون الجديدة، ولكن كوريا لديها فنون قديمة وتقليدية غاية في الجمال. ده عرض متميز جدا لأنه بيتكلم عن الفلكلور الشعبي الكوري، وده نوع من الألوان كمان اللي من الصعب تلاقي أي فرقة كورية بتقدمها، والفرقة دي من أهم الفرق العالمية الحقيقة اللي بتطوف العالم. سميت الفرقة على اسم واحد من أشهر ملوك كوريا إيدو، الذي قدم موسيقى من أجل شعبه على حد قول مخرجة العرض. العرض مزج بين القديم والحديث في الآلات الموسيقية وأيضا الرقصات التقليدية لمناطق مختلفة في كوريا. الموسيقى تتكون من لحن ورتم، مزجنا بين ألحان موسيقية تقليدية مع رتم موسيقي حديث مثل الجاز. تحتفل دار الأوبرا المصرية على مدار الموسم الفني هذا العام بمرور 30 عاماً على إنشائها، تستضيف فرقاً عالمية من 20 دولة عربية وأجنبية، إلى جانب إنتاج العديد من العروض الفنية لفرق الأوبرا المصرية تقدم لأول مرة. سمر بشات، العربية، القاهرة.